صباح الخير امكينات. صباح النور ام كوثر. اهلين تفضلي. لا معلش مستعجله، يعني معقوله نحكي على الباب؟ فوتي لجوا. بس ما بقدر اتاخرها. ايه شرفي شرفي. شلونك ام كوثر؟ شو اخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال. ايه رايك امكينات، راح ادخل بالموضوع دغري لاني مستعجله وما بقدر اطول. ايه تفضلي. هلا تفضلي يا ستي. عم نعمل لمه من اهل البنايه مشان تصليح بلور الدرج. ايه والله ما بتقصري، بده تصليح البلور. حاكم عم يسفقنا الهواء على الطالعه والنازله بلا بلور. وباعتبار جوزي هو رئيس لجنه البنايه فكلفني دور انا على البيوت ولم من كل بيت 1000 ليره. يو مو كتير 1000 ليره؟ هي دفع على الحساب، بجوزي كلف اكثر. كل البلور مكسر. طيب خلينا نشرب قهوه بالاول وبعدين نحكي بالموضوع. بس ما بقدر اتاخرها، مستعجله كتير تقبريني. طيب طيب. كل الحق على اولاد ام تيرمس، بيلعبوا فوتبول بمدخل البنايه وبيشوطوا الطابه على البلور مثل المجانين، ولحقي على تكسير بلور. اذا بدك الحق لازم ام تيروس تتكفل بكل الكلفه. ليش ما اقترح جوزك هالاقتراح باجتماع اللجنه؟ دخيلك شو بده يقترح ليقترح؟ بنايه كلياتها مشاكل، ما فيها شيء ظابط. المجاري كل يوم والتاني عم تنسطي، والحيطان حيطان الدرج صايره مثل حيطان السجن، منقوره ومحفوره وكلها ذكريات وشخبره. والاسانسير، الاسانسير كل يوم والتاني معطل. ليش ما دخل البنايه؟ كل بلاطه مكسر، بلاطه ايه بلاطه لا. بقى شو بده يقترح يا امكنه؟ شو بده يقترح ليقترح؟ يا الله يعينه جوزك على هالعلقه، شو كان بده بشغله اللجنه ووجع الراس؟ لك ما بيقولوا لك انه في ناس بتشتري وجع الراس شري؟ ما جوزي متقاعد وبده يتسلى، ما لقى لي غير هي التسلايه. جيب لك المصاري هلا ولا بعد الفواكه؟ لا لا دخيل عينك بلا الفواكه، مستعجله كثير، تركي الطبخه على النار. اولاد ام طيروز مثل الشياطين، بدك مو مخلين شباك بالبنايه يعتب عليهم. اي والله يا اختي، هداك اليوم ابنها الكبير كان بايده نقافه وعم ينقف على الشبابيك، قام لما شافه جوزي نقفوا طياره على خندق رقبته كان جاب اجله، قامت لما شافته ام طيروز صارت تولول وفتحت باجوقه على الرجال وما خلت عليه ستر مغطى. ايه بعرفه لباجوق ام طيروز، حضرنت لها حفله قبل هالمره. وانا جوزي يا حسرتي عليه، اله تم ياكل ما له تم يحكي، خصوصي قدام النسوان. عم قلك جمت بأرضه وما عاد عرف شو بده يجاوب، وهي تعدميها إذا فات لسانها لحلقة. وإنتي إن شاء الله سكتتي لها؟ مين قالك سكتت لها؟ ركضت على البلكون وعلقت لك خناقة معها، هي تصرخ وأنا ولول، هي تصرخ وأنا ولول، هيك لحتى التمت البناية كلها. بس اطمني غسلتها تغسيل من فوق لتحت. ما قصرتي فيها. بتعرفي لو كنت أنا محلك كنت عملت نفس الشيء. لك تضرب هديك الساعة اللي شفنا فيها وشها بهالبناية. دخلي والبيت إلها؟ لك منين إلها؟ وردته من جوزها الأولاني. أشري أشري أم كوثر شبكي. لا لا دخيلك مستعجلة كثير، دمي عم يفور فوران حاكم، تاركة الطبخة على النار. قولي لي من مين ورثت بيت؟ من أبو طيروز؟ لك أبو طيروز تجوزته بعدين، لأنه كانت من جوزها من رجال كبير قبل أبو طيروز، بس الزلمة ما تحمل غلاصتها أكثر من شهرين، طق ومات ورثت منه البيت. وما إجاها منه ولا؟ عم أقول لك ما لحق يعطس. بعدين تجوزت ابو طيروز، جابت منه طيروز وكيروز وتهامه ومشاعل. اما شو هالمشاعل؟ يخرب بيتها شو قردي. هداك اليوم شفت عم تتزحلط على درج البنايه، قلت لها ديري بالك حبيبتي احسن ما توقعي وتنقصف رقبتك. احذري شو جاوبتني؟ اكيد قالت لك شي كلمه كبيره. قالت لي شو دخلك وليه؟ قالت لك وليه؟ الله وكيلك هيك قالت لي. ايه الله يكسر ايديك يا ام طيروز على هالتربايه. بس مو الحق عليها، الحق على الدلال اللي نصحنا بهالبيت. لما سألناه عن الجيران بالبناية قالنا أحسن جيران بكل الحي مو بس بهي البناية، وقعد يمدحنا بأم طيروس وعددنا محاسنها ومناقبها. وانتو شلون صدقتوه؟ نحن شو بعرفنا بهالشغلة؟ قالنا الدلال يوميتها في جارة كتير كتير ظريفة ساكنة فوقكم واسمها أم طيروس، بس ما قالنا إنه في عندها 4 عفاريت بسم الله الرحمن الرحيم شاقين الأرض وطالعين، وما قالنا إنه رح يضل يدبكوا فوق روسنا ليل ونهار، وما قالنا إنه صاحب البيت بده يبيع بيته هربا من أولاد أم طيروس لأنه رفعوا له السكر للـ400 والضغط للـ20. يلا بسيطة بسيطة، اشري بردقانة تانية أم كوثر. لا لا دخيلك مستعجلة، دمي عم يفور فوراً. يو ليش شوفي وراكي؟ قلت لك حط الطبقة على النار. ليش مو منوصة تحتها؟ منوصة تحتها، موصي أبو كوثر يشق عليك كل شوي. إيه خلص لكن ما في مشكلة. حاكم بدي ذوقك رز بحليب يلي عاملته. شو هالحكي؟ ليش إمتى طبختي رز بحليب؟ امبارح وحطيت له ما زهر وقرفة. وطيبة القرفة معه؟ هلا بتذوقي وبتحكمي. دخيل عينك لحقيني بزبدية رز بحليب لحتى لحق اكلها قبل ما اطلع لعند ام لؤي. ليش لسه بدك تمرقي على ام لؤي؟
من الباب وبس، كل ما ولد غطاها لاني مستعجله كثير كثير ودمي عم يفور فوران. يلا لكان لجيب لك الرز بحليب. مرحبا اختي ام لؤي. اهلين ام كوثر، تفضلي فوتي. لا دخيلك مستعجله كثير. او لك فوتي، شو بدنا نحكي على الباب؟ مين في عندك؟ ما في حدا، فوتي. يلا. شو حاطه الغدا؟ لكون قطعتك عن غداك ام لؤي. يا لطيف يا لطيف، حماتك شو متحبك. حطيت الغداء وقاعده عم بنتظر ابو لؤي لحتى نتغدى سوا. ليش وينه اخي ابو لؤي؟ اتصل فيني قبل شوي وقال مو قدران يجي. لسه ما سكرت السماعه من هون رنيت الجرس انت من هون. شوفي النصيب شوفي، مع اني ما كنت ناوي افوت منوب منوب، كنت ناوي احكي معك على الباب كلمتين ورد غطاهن لاني كثير كثير مستعجله. حاطه الطبخه على النار. يوه انت دائما هيك مستعجله. ايه شو بدي ساوي؟ على طول مشغوله. مو 100 بطيخه حامله بايدي؟ صحيح قبل ما انسى ام لؤي، بدنا منكم 1000 ليره للجنه البنايه. يو ولشو ال 1000 ليره؟ بدنا نصلح بلور البنايه. مو ولاد ام طيروز يقبروا قلبي، نازلين بالبلور السفق رعي ليل ونهار. دخلك؟ ام طيروز دفعه؟ ايه وما لقيت غير ام طيروز تدفع؟ يو يضرب المشرشح وقليل الذوق يضرب، هذا عوض ما صلح بلور البنايه كله على حسابها؟ ايه كتير لابق لها تسكن ببنايات وتعيش بين عالم وناس، قال لابق للشوحة مرجوحة ولأبو بريس بقاب. دخليك؟ إن شاء الله عجبك الكباب هندي. كتير طيب، يسلموا إيديكي. ها؟ هذا الكباب هندي، مو كباب هندي تبع أم طيروز. إيش أكلتي عندك كباب هندي؟ لك يا ريتني ما أكلت، الله وكيلك، علقت اللقمة هون بنص المري وما عادت ترضى تنزل لمعدتي. خليني أسكب لك رز. لا لا تقبليني كتير مستعجلة. قلت لحالي بسلت هاللقمة وبمشي. يعني ما قلت تمشي قبل ما تشبعي؟ حسبت عليك عزيمة ونحسبت. خليني اسكب لك. تقبريني هلا بيستعوني يا ابو كوثر. ايه قومي دقي له تليفون. ماشي. الو؟ مرحبا ابو كوثر. لا يا شو تاخرت؟ ايه ما صار لي 10 دقائق طالعه من البيت. عم تحرك الطبخه كل نص ساعه مثل ما وصيتك؟ ايه منيح. لا لا ماني مطوله، 5 دقائق بالكثير بكون عندك. ايه وينك ابو كوثر؟ بعد نص ساعه طفي تحت الطبخه. ها اوعك تنسى. ايه منيح. عاوز شي؟ يلا الله معك. ايه ان شاء الله جهزتي لي المصاري اختي ام لؤي. هلا بس يجي ابو لؤي بقول له. معناتها برجع لعندك بكره ان شاء الله. سفره دايمه. صحتين وهنا. ولك عدي وين رايحه؟ صدقيني مستعجله كثير. عدي اشربي شاي. شو انت ما بتشربي شاي بعد الغداء؟ بلا بشرب بس مستعجله كثير وحاطه الطبخه على النار. ايه خلص سكر رح حط الشاي على النار. وينك ام لؤي؟ دخيل عينك حطي لي عودين قرفه بالابريق، بحب كثير الشاي بالقرفه انا وخصوصي بعد الغداء. ايه تكرم عينك. اهلين اهلين. كيف جرى ام كوثر؟ شلون كيف جرى؟ دائما بسال عني. تفضلي فوتي. لا دخيل عينك مستعجله كثير، حاطه الطبخه على النار ما بقدر اطول عندك. ها اي والله ما بصير. تفضلي فوتي. الله وكيلك، انبحت عليهم وصرخت بوشهم، قلت لهم ولاد ام طيروز ما دخلهم منوب. ولاد ام طيروز شبعانين تربايه وادب، عين الله عليهم. قلت لهم روحوا شوفوا، شوفوا مين اللي كسر البلور وبعدين تقوا حضراتكم احكوا. يا حصرتي على هالولاد، شو ما صار بهالبنايه بينتهموا فيه ولاد ام طيروز، اذا انكسر بلور بيقولوا ولاد ام طيروز اللي كسروه، اذا انضربت سوكه لمبه بيقولوا ولاد ام طيروز اللي كسروها، إذا قرفت حنفية بيقولوا ولاد أم طيروز اللي قرفوها. مع إنه ولادك يا أم طيروز عين الله عليهم ما إلهم سئلة منوب. شبكي أم كوثر؟ شو نعستي؟ إيه والله نعست. خليني أمشي، هلا بيكون أبو كوثر استعوقني كثير. يو لا والله ما بتمشي، تأخر الوقت. خلص خلص نامي هون. إيه بس يعني إيه خلص ما بدها بسبسة، بتحبي أجيب لك قميص نوم ولا بيجامة؟ ما بتفرق. بس وينك ام طيروز؟ الله يخليكي فايقيني بكير لاني مستعجله كثير كثير. وين البيجامه؟
لمين اخذ القهوة؟ للاستاذ ماجد. قاعد لحاله ولا ما هو حدا؟ لا لحاله. لكن يلا اعطيني القهوة انا باخذ له اياها وبشربها معه. لا تفضلي حضرتك سبقي لي لعنده انا اجيب لكم القهوة. لا معلش انا باخذ له اياها. طيب مثل ما بتحبي، رح اجيب لك فنجان ثاني. تعي تعي ما في داعي. بشرب انا وياه من فنجان واحد. على راحتكم. اهلين سحار. اهلين حبيبي. ان شاء الله توفقتي واشتريتي اللي بدك اياه من السوق. ما اشتريت شيء بنوب. ليش؟ لاني قابلت فوزيه خانو وقالت لي انه الشهر الجاي رايحه على باريس، فقلت لحالي ليش لحتى اشتري شيء يعجبني وشيء ما يعجبني، فرد مره بروح معها على باريس وبنقي اللي بدي اياه. مثل ما بدك. تفضل حبيبي. ليش انت جايبتيها؟ وينها جميله؟ ليش بقى؟ يعني ما عاد تشرب القهوه الا من ايد جميله؟ ما بصير تشربها من ايدي؟ لا ولو ايدك اجمل ايد والفنجان منها اطيب فنجان. صحتين وهنا ان شاء الله. وين فنجانك؟ انا ما بدي هلا شربت قهوه مع فوزيه خانو. انت شو قصتك اليوم؟ من الصبح وانت عم تتهرهري وتتغندري وقاصه شعرك وعامله تسريحه جديده؟ شو نسيان انه اليوم ذكرى ميلادي؟ لا مالي نسيان ولو، عامل حسابي وحاجز لك احلى طاوله بارقى محل مشان نحتفل فيه بهالمناسبه السعيده مع بعض. وراح تقدم لي الهديه على الطاوله؟ طيب ما بدي اعرف انت شو جاي على بالك لحتى اعرف امتى ووين بدي اقدمها، لانه خايف جيب لك شيء سواره الماس تقوم ما تعجبك. منيح اللي ما جبت لي اساور، لانه صار عندي مجوهرات كثير، ذهب والماس وياقوت ومن جميعه. طيب شو جاي على بالك هديه بعيد ميلادك الأربعين؟ ماجد بزعل منك. ها لسه ما طبقت 30. ومين قال انك طبقتيهم؟ انا قصدي اقول انك من مواليد الأربعين. ماجد لا لا المهم هلا شفتنا في سيره الاعمار انت الثانيه، انت بعيني على طول بنت العشرين. قولي لي شو الهديه يلي حاطه عينك عليها؟ اذا قلت لك عليها ما بتخجلني؟ ايه ما عاش يلي بخجلك، انت قولي وقوي قلبك. مو عاجبتك سيارتك المرسيدس موديل السنه الماضيه؟ بدك موديل السنه ما هي؟ ماشي حالها سيارتي، عم سكج عليها. بعدين عم يقولوا انه السنه رح يطلعوا موديل حلو كثير. يلا بتشتري لي اياها على عيد ميلادي جاي. طيب وعلى هالعيد شو بدك تشتري لي؟ حاجه تعذبيني سحار، قولي وريحيني. بدي تهديني المزرعه. أنا مزرعة؟ مزرعتنا. وليش عم تطلبي المزرعة؟ مو المزرعة إليك. هي صحيح إلي بس مو باسمي. إيه على عيني، هذا هو الطلب يلي خايفة خجلك فيه. تكرم عينك، من بكرة بتكون المزرعة باسمك غيره؟ سلامتك. تفضل أستاذ. تعال لا تروح. نعم. شو بتحبي تتعشي عيني؟ أنا من جهتي مالي قدراني آكل شيء. شبعان من فرحتي فيك حبيبي. وأنا كمان شبعان من حبي إلك يا روحي. طالما شبعانين ومتخمين، جيب لنا شيء نهضم فيه. قلتك جيب لنا علبتين كازوز. كازوز؟ شباك نازلت؟ عم بمزح، جيب أطيب أكل عندك وفرش لنا على الطاولة. هيك أستاذ، يا هيك طلبات يا بلا، خمس دقايق بكون طلبك جاهز أستاذ. تعا لا تروح. نعم. توصلي بالشنجليشات ها؟ حاضر. تعا لا تروح. نعم. إذا عندكم زيتون محشي جيب لي صحن. حاضر. تعا لا تروح. نعم. وتوصلي بالكبيس الله يرضى عليك. حاضر. تعا لا تروح. مور استاذ. خود هي حلوانك سلف، وإذا استحملتني لآخر السهرة وخدمتني منيح بدون ما تنزعج لك 10 متلة. رح اترك كل الطاولات وتفرغ لخدمتكم. هلا روح. شو بك واقف؟ شو بدك؟ ما بدي شيء بس خفت تكون نسيت توصيني على شيء، فرجعت قبل ما تعذب حالك وتقلي تعا ولا تروح. برافو عليك، عجبتني كثير، بامكانك تروح. حاضر. تعا لا تروح. نعم. لا تنبسط كثير، انا صعب قرصون يتحملني لاخر السهره. انا غير كل القراصين. ايه لنشوف، بامكانك تروح. ماشي. هلا ما عادت بطل هالعاده مع الجراسين، كل ما رحنا لمحل بتعمل فيهم نفس الفصل.
محروق قلبي يا سحر من هداك الشخص اللي كان يعمل فيه هيك فصولة وقت كنت اشتغل قرصون وانا عم بدرس بالجامعة. كان ياخدني ويجيبني 100 مرة على روح وتعا ولا تروح وروح وتعا ولا تروح لحتى يطالع روحي. ماجد هلأ مزرعتي شو بسوى سارة بهالوقت؟ ليش عم تسألي؟ بدك تبيعيها؟ لا يو شو بيعها؟ يعني معقول انت تهديني هدية وبيعها؟ أنا رح حافظ عليها وداريها بعيوني. بس أنا عم أسأل لحتى أعرف قديش أنت بتحبني. يا ستي حقها بهالأيام بين 20 و30 مليون. إي معناتها مو بس بتحبني، بتموت فيي. شو بالحلو زعلان؟ يعني ما بتعرف، ليش ما اجيت امبارح؟ لوين؟ للمحل اللي طعتني فيه 3 ساعات وما اجيت امبارح. حقك علي، ما قدرت اهرب من مرتي، امبارح كان يوم ميلادها ولازم نحتفل فيه سوا. يعني رح تجي اليوم؟ ليش انا بقدر اتاخر؟ لا تزعلي، اليوم رح طالع لك الفرق. شوفي عنا جدول مواعيد. يا سيدي عندك اجتماع الساعة 9 مع رؤساء الاقسام عشان نناقش خطة العمل. الغيه، في اللي اهم منه. شو؟ عندك اجتماع بالوزارة بهالوقت وما لنا خبر؟ لا، جاي لعندي ناس كثير مهمين بهالوقت. رح يطولوا؟ ليش؟ لا، بس مشان اعرف المواعيد اللي بعده ورتبها. الو، مرحبا ماما. كيفك؟ الحمد لله انا منيحة. وماجد بيسلم عليكي. وانتي بخير ان شاء الله. الله يخلي لي اياكي. طبعا احتفلنا بس ما عزمنا حدا، عملنا هيك حفلة صغيرة وطفيت الشمعة انا وماجد. الله يهنيكي. احزري ماما ماجد شو بده يهديني. المزرعة؟ لا طبعا، معقول انا اطلب منه هيك طلب؟ هو ماجد ماما كان بده يهديني المزرعة والفيلا بس انا ما رضيت، قلت له خلي الفيلا للسنة الجاية. مرحبا يا آنسة. أهلا وسهلا. أهلين. في عنا موعد مع السيد المدير العام. حضرتك سيد قاسم؟ لا أنا ممدوح، قاسم بيك بيكون جنابه. حضرة المدير العام انتظاركم. أهلا وسهلا، تفضلوا. أهلين وسهلين. 9 على الثانية، على الموعد بالضبط. قاسم بيك على طول موعده دقيقة. يا أهلا وسهلا ومرحبا، تفضلوا. شو تشربوا؟ معلش يا ريت نأجل موضوع الشرب لبعدين، لأنه وقت قاسم بيك ما بيسمح له بأكثر من دقيقتين لنحكي بالمشروع اللي جايين نعرضه على جنابك. وين المشروع؟ تفضل يا سيدي. مشروع عظيم، بهنيكم عليه. ايه بس قاسم بيك طبعاً بأكثر من عبارات التهنئة. وكون مطمئن إنه كل شيء بتملوا. وأنا تحت أمركم، بس هيك مواضيع أنا بفضل نحكي عنها برات المكتب. ونحن ما عندنا مانع. وين بتحب نلتقي لنحكي بالتفاصيل؟ عندي بالمزرعة، إذا بيسمح وقت قاسم بيك. ونحن موافقين. عظيم جداً، مزرعتي بتعرفها مو هيك؟ طبعاً بعرفها. ليش اللي بيطلع لمزرعتك بيقدر ينساها؟ حلو كتير. اليوم الساعة 3 بكون محضر الباربكيو وعم بنتظركم مشان نتغدى ونحكي. ونحن موافقين. قاسم بيك خلص وقته،
تسمح لنا؟ اه طيب على راحتكم، بيظهر ما في فايدة اعزم عليكم، تفضلوا. شرف. تفضل قاسم بيك. يا اهلا وسهلا ومرحبا، شرفتوا. مراكم يا ميت مرحبا، اهلين وسهلين. تفضل قاسم بيك. الله معك يا سيدي، مع السلامة، الله معك، شرفتوا. السلام عليكم. يا ميت مرحبا. شو هالقاسم بيك هاد؟ فهمنا المصاري بتقل الواحد، بس بتقله لدرجة إنه ما يحكي ولا كلمة؟ هاي ما شفتها بحياتي. اطلبي لي المحامي كمال، بدي أحكي معه ضروري. شو قالك المحامي؟ قال لي لشو هالعذاب؟ شو الفرق إذا كانت المزرعة باسمي ولا باسمك؟ ضروري نحط تكاليف نقلها على الفاضي. ايوه وانت شو قلت له؟ قلت له يلعن ابو المصاري، ادفعه ولهمه، رغبة سحر حبيبتي اغلى من مال العالم كله. تسلم حبيبي. وهلا وين رايح؟ على المزرعة. أنا مزرعة؟ مزرعتنا. قصدك مزرعتي. وشو رايح تعمل بمزرعتي؟ مواعي جماعة مهمين فيها على الغدا، ومين بيعرف يمكن ارجع من هنيك ومعي حق مزرعة ثانية. شو هالحكي؟ الجماعة عندهم مشروع كبير وبدهم مساعدتي. وإذا ما ساعدتهم بمشروعهم ما بيمشي، لذلك رح يدفعوا لي اللي بدي إياه. ماجد، هلا المزرعة صارت باسمي من إمتى؟ ما فهمت عليكي. يعني من وقت ما هديتني إياها امبارح شفهي، ولا ما بتصير باسمي إلا لحتى يعمل المحامي معاملة الطابو؟ أنتِ شلون بدك إياها تكون؟ أنا بدي إياها من ساعة عيد ميلادي. خلاص، أنتِ اعتبريها باسمك من امبارح. اي معناتها الصفقة اللي رح تساويها اليوم مع هدول الناس المهمين رح تصير على أرضي؟ ايه، شو المعنى؟ لازم يطلع لي عمولي عليها. ولا هو تكرم عينك، انتي فكري بالعمولة اللي بدك اياها على بين ما اجري صفقة وارجع. ايه باي باي. الله معك. والله الحقيقة تتهنى على القعدة يا سيد ماجد. الله يخليك، تفضلوا تفضلوا. اللحمة مو طيبة باردة. معك حق. يا أهلين وسهلين ومرحبتين. تفضل قاسم. بسم الله بسم الله. أهلين أخي ممدوح. أهلين وسهلين ومرحبتين. تفضل هالفلة ثلاثة كثير طيبين. المدام على التليفون معلم، جيب لك التليفون لو أنت تحكي معها. لا معلش، لحظة زتري. ما قلت لك الأستاذ ماجد ما بيفرض لي طلب؟ هي خليته يوقع لك على المعاملة بخمس دقايق. لا تنسى أخذ شك بخمس ملايين كمان. يعني لو طلب عشرة كنت بتقول له لا؟ لا. اضحك بعمك لكان. بدي منك شغلة تانية تخلص لي إياها من ماجد. أنت أمور وأنا جاهز وكل شيء بتمنه. بدي المزرعة، عجبتني كتير. مو تكرم عينك، هلا بس يجي منفاصله عليها. قد ما بده تفعله، معك للخمسين مليون. وإذا أخذت لك إياها بثلاثين؟ تأخذ نص الفرق لك. اعتبرها صارت لك. وأنا والأستاذ ماجد معزومين بكرة لعندك هون. وشو صار معك؟ إيه؟ قديش قبضت؟ لا تخاف، ما في حدا جنبي عم بيسمع. بس هدول ما بيجيبوا حق مزرعة جديدة. خلص طيب، ارجع لضيوفك. شو هالصفقة هاي اللي ما جابت همها؟ يلا احصد فصل الجرة. آسف على التأخير يا جماعة، بس المدام كانت عم تستشيرني بموضوع عائلي. شو؟ شاف الأكل مثل ما هو؟ ما تأكلوا؟ أستاذ قاسم أكل اللقمتين عياره وشبع، بس إذا بدك إياه يكرمك وياكل لقمة ثالثة له عندك طلب صغير. الأستاذ قاسم بيأمر، بس هو يحكي، لحد هلا ما سمعت صوته. بصراحة الأستاذ قاسم عجبته مزرعتك وحابب يشتريها، فقديش بدك حقها؟ القصة مو قصة مصاري وحقها، لو بقدر أتصرف فيها كنت قدمت له إياها هدية. بس شو؟ ما بقدر أبيعها. وإذا دفعنا لك 25 مليون؟ ما بقدر. 30؟ صدقني ما بقدر أبيعها، آسف. لا تحكي ولا كلمة، رح نعطيك 40 مليون. قل له مبروك
قوم جيب ورقتين خلينا نكتب العقد. يا جماعة المزرعة طلبتها مني المدام هدية على عيد ميلادها، وأنا وعدت أطوب لها إياها، وبعتقد ما بترضوا لي إياها، أوعد مرتي بمزرعة وبعدين أتراجع. يعني المزرعة لساتها باسمك هلا؟ إيه، بس المحامي بهاليومين رح ينقلها لاسمها. وإذا أعطيناك 50 مليون، آه هيك ما بقالك حجة؟ ها بالخمسين مليون بتشتري مزرعتين، واحدة بتهديها للمدام وواحدة بتخليها عندك احتياط. قوم 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 جيب الوراق قوم. أنا آسف يا جماعة، ما بقدر. No way. عجبتني كثير هالمزرعة يا ممدوح. ولا يهمك، أنت أعطيني مهلة شهر واحد، إذا ما بلاقي لك مزرعة أحلى منها وأرخص منها ما يكون اسمي ممدوح. لا لا لا، ما بدي غير هي. خلاص، أعتبرها صارت لك. شلون؟ شلون؟ هي اتركها علي. راح أخلي لك إياه يجي لعندك، يبوس إيدك ويترجاك، تشتري منه المزرعة بالسعر اللي أنت بدك إياه. وأنا عند وعدي. إيه؟ كل مليون بتوفره عن الخمسين إلك نصه. اتفقنا. على شو اتفقتوا كمان؟ عرضوا علي يشتروا المزرعة بخمسين مليون. وبعتن إياها؟ طبعاً لا، شلون بدي بيع شغلة مو إلي؟ الله يصلحك يا ماجد، هي بيعة بتتفوت. لسه مبارح كنت عم تقلي إنه ما بتسوى أكتر من 30 مليون، ليش ما بعتها بخمسين؟ شلون بدي بيعها يا سحار؟ المزرعة هلأ ما عادت بقيمتها المادية وبس، هلأ صار إلها قيمة معنوية كمان. هي هدية مني إلك بمناسبة ميلادك، والهدية لا بتنهدى ولا بتنباع، مزبوط ولا أنا غلطان؟ مزبوط. على كل حال قولي لجميلة تعملنا فنجان قهوة وتعالي نشربها برا سوا بالجنينة. حاضر. يا حبيبي على الهدية يلي لا بتنباع ولا بتنشرى. جميلة؟ يا جميلة؟ نعم مدام. اعملي فنجان قهوة وطالعي لعمك ماجد لبرا. قدم له اياها انا ولا بتقدميها حضرتك؟ لا قدميها انت. حاضر. الو؟ ايوه؟ انا موجود. مين بيريده؟ طيب لحظة اذا بتريد. ماجد في مكالمة لك. من مين؟ ما بعرف، واحد قال صديق قديم إلك واسمه موفق. موفق مين؟ موفق عبد الباقي. أوه، شو ذكروا فيني هلا؟ صار لي 50 سنة لا شفته ولا سمعت صوته. ألو. أيوة، أهلين موفق. أهلين، أهلين وسهلين مرحبتين. شلونك يا رجل؟ لك هيك لا بتسأل ولا بتمر ولا منشوفها. سمعني أخبارها. يا ميت مرحبا. ماشي الحال نشكر الله. انت شلونه؟ شغلك شلونه؟ الحمد لله. ايه مور. نعم. ايه من عيوني، تكرم عيونك. ايه على عيني، بخدمك بعيوني. ايه لا امرق لعندي هلا، امرق هلا. ايه ايه هلا قاعد مالي طالع. ايه طيب، لكن بكره الساعه 12 بنلتقى هنيك. ماشي، اوعى تتاخر. طيب طيب موفق، يا اهلا وسهلا، مع السلامة يا سيدي. شو بده؟ ما بعرف، قال شغلي مهمة كتير. شو؟ شايفة الصفقات بلشت تهل عليك هل؟ هذا كله من وشي عليك. هو إجا عيد ميلادي من هون وأنت بلشت تقبض من هون. شايفة شايفة؟ لك يسلم لي وشك الحلو. طول عمره حلو علي أنا.
مرحبا موفا. اهلا اخي ماجد، شلون صحتك؟ شو اخبارك؟ خليال الله، زفت والحمد لله. لا خير، شو في؟ واقع بورطه ومالي عرفان شلون بدي اخلص منها، ففكرت فيك، قلت لحالي بركي بتساعدني. ايه بسيطه، لا تحكي الهم وتتضايق، مشكلتك محلوله، تكرم عينك. قل لي قديش لازمك؟ مليون؟ مليونين؟ ثلاثة؟ قديش؟ مشكلتي أكبر من هيك. قديش؟ 20 مليون. 20 مليون؟ لا كتير، أنا ما معي سيولة بهالمبلغ النقدي أبداً. أنا ما بديك تعطيني. لكن شو بدك؟ أنا بديك تخلصني من اللي عندي. خلصك من اللي عندك؟ ما فهمت عليك. يا سيدي رح أفهمك. أنا من 5 سنين يوم آخر مرة شفتك فيها تعينت رئيس دائرة مالية بمؤسسة من مؤسسات الدولة، وبتعرف المصاري وإغراءاتها والنفس ودناءتها، مديت إيدي وهبشت. وكشفوه؟ لا ما حدا كشفني. لكن شو مشكلتك؟ بهالخمس سنين درت جمع لي حوالي 20 مليون، اشتريت فيهم شقة وسكنت فيها. يا سيدي ألف مبروك، بس أنا لحد هلأ ما فهمت شو مشكلتك. المشكلة إنه سمعت لك اليوم من مصادر موثوقة إنهم رح يبلشوا يسألوا الموظفين من أين لك هذا، وخايف لا يوصلوا لعندي ويسألوني منين جبت حق الشقة. شو رأيك تشتريها مني؟ ببيعك إياها ب15 مليون، شقة بتاخد العقل. ومين قال لك إنهم بدهم يبلشوا يسألوا الموظفين منين جابوا أملاكهم؟ مصدر موثوق. أنت متأكد؟ لك طبعاً متأكد، لو ماني واثق من الشخص اللي خبرني ما كنت بعت شقة بتسوى 20 مليون 15 مليون وخسرت 5 ملايين. لعمة، هي مو مشكلة، هي مصيبة. ما في غيرك يخلصني منها، وإذا ما معك المبلغ يعني أعطيني 10 ملايين والخمسة الثانية بتعطيني إياهم بعدين. شو قلت؟ شو بدي أقول يعني؟ طبعاً لا. لا يا ماجد، هيك بتتخلى عن صديقك وقت الزنقة؟ ما كان أملي فيك هيك بنوب. أنا ما عم أتخلى عنك، أنا هلأ صرت بدي مين ينقذني. ليش أنت كمان؟ عندك شقة مثل شقتي؟ شقة وبس؟ قول الله يعيني. هلأ ممكن تفهمني ليش أنت خايف كل هالقد؟ رفيقك قال إنه رح يحاسبوا بس الموظفين، يعني ما حدا حيقرب ناحك، فلشو أنت خايف كل هالقد؟ ليش أنا شو؟ مو موظف؟ أنت مدير عام. مدير عام ولا مدير، بضل موظف، ومعاشي لو جمعته 100 سنة من دون ما أصرف منه ولا فرنك ما بيجيب لي ربع هالفيلا يلي ساكنين فيها. بسيطة، إذا سألوك بتقلن إنك وردت عن المرحوم أبوك. ما رح يصدقوا، أبي عاش فقير ومات فقير، ما معه بجيبته ولا هللي. طيب قلن إنك ربحت ورقة يا نصيب. ورقة يا نصيب؟ الأملاك اللي عندي بدها 50 ورقة يا نصيب، تربح كل وحدة فيها الجائزة الكبرى ليغطوها. طيب قلن إجوك هدايا؟ ممنوع الموظف يقبل هدايا. إيه معناتها سجل لي كل أملاكك باسمي، وهيك ما بيضل معك ولا فرنك يسألوك من أين لك هذا الفرنك. ما شاء الله حولك شو ذكية، أنا وأنتي نفس الشيء، أملاكك أملاكي، يعني رجلينا بالفلقة سوا. لازم نقدم بيانات مقنعة عن مصدرها. إيه معناتها ما ضل قدامنا غير حل واحد، وأنا مستعدة ضحي بسعادتي وأقبل بهالحل مشانك. وشو هالحل؟ تسجل لي كل أملاكك باسمي وتعطيني كل مصرياتك اللي بالبنك وتطلقني، وأنا بوعدك، ها بوعدك إني ما أتجوز غيرك، ومصرياتك رح تكون بأيدي أمينة، إمتى ما تستا رح تلاقيها قدامك ومو ناقصة ولا فرنك. حتى هالحل ما بيمشي حاله. ليش؟ لأنهم رح يسألوني وين حق الأملاك اللي بعتك إياها، ومنين إجتني الأملاك اللي بعتها أصلاً. يعني ما رح يكتفوا بالوقت الحاضر، لا أكيد رح يرجعوا لورا ويبحبشوا بأملاكي يلي كانت على اسمي من يوم ما توظفت لهلا. طيب وشو بدك تساوي؟ ما بعرف يا سحر، ما بعرف، أنا عقلي رح يطق، ماني قدران فكر منوب. طيب لنفرض صار وسألوا ولقوا إنه في أملاك باسمي أو باسمك، يعني شو رح يعملوا؟ بدهم ياخذوهم ياخذوهم، ايه انت بسنتين ثلاثة بتطالع قدهم. هلا انت غبية ولا عم تتغابي؟ يعني ان شاء الله مفكرة انهم إذا أثبتوا علي الكسب غير المشروع رح ياخذوا اللي عندي ويتركوني. لك شو رح يساووا؟ رح يحطوني بالحبس، وكل ما كانت ملاييني أكثر رح تكون سنين سجني أطول. يا على قامتي، معناها هيك مصيبة عن حق وحي. اسمع، لقيت الحل. شو هو؟ ما في غير تبيع الفيلا والمزرعة وبيت بلودان والشاليه وسيارتي وسيارتك، وتسحب المصاري من البنك وتلمهم كلياتهم المصاري وتعطيني اياهم، وانا بهرب يوم برات البلد، وانت بعدين بتقدم استقالتك وبتلحقني بسرعة. ومين بده يشتري منها هالشغلات كلياتها بهالسرعة؟
من جهة السيارات والفيلا اتركن علي، أنا بدبر بيعتهم، أنت تصرف ببيعة الباقي. هو ما في غيره، قاسم بيك. ألو مرحبا، أنا ماجد الأستاذ ممدوح. أهلين فيك. إيه شو أخبار قاسم بيك؟ الحقيقة يا قاسم بيك، أنا مبارح لما طلبت مني تشتري المزرعة وأنا خجلتك أخذت حالي كتير، حكيت لمرتي القصة وترجيتها تتنازل عن الهدية يلي كنت بدي أهديها إياها بعيد ميلادها مشان تسمح لي بيع المزرعة، فسمحت لي. مبروك عليك المزرعة. الله يبارك فيك، بس بديش بدك تبيعنا إياها؟ مثل ما أنت قلتوا، ما بدي لا زيادة ولا نقصان. يعني بديش؟ بخمسين مليون، أنتوا مبارح هيك دفعتوا. السيد قاسم عم يقول بخمسين مليون كتير. بالعكس، خمسين مليون سعر كتير معقول، بعدين هذا السعر انتو حددتوه مو انا. مزبوط نحن حددناه، بس هالشي كان مبارح مو اليوم. ايه وشو فرق بين مبارح واليوم؟ السيد قاسم بعد ما عجبته مزرعتك وانت رفضت تبيعه اياها صمم يشتري مزرعة مثلها، واتفق مع صاحبها وبكرة رح يكتبوا العقد. وليش ليشتري من الغريب؟ أنا ببيعه مزرعتي بخمسة وأربعين مليون كرمالك وكرمال صداقتنا يا ممدوح. ما عجبه السعر؟ عم يقول كتير. طيب بأربعين مليون كمان ما عجبه. المزرعة اللي شافها مبارح أرخص من هيك بكتير. بخمسة وثلاثين مليون قلنا لك شفنا مزرعة مبارح أرخص من هيك بكتير. بعتقد أرخص من 30 مليون ما في حدا بيبيعكم هيك مزرعة. بدك الحقيقة ترى 30 مليون سعر مناسب، بس السيد قاسم ما له موافق عليه، بيظهر المزرعة ما عادت عجبته مثل مبارح. أضرب أنا وحظي. طيب قديش بتدفع وحقها كاش وفوراً؟ السيد قاسم عم يقول بيدفع 20 مليون. 20 مليون؟ لا قليل كتير. مثل ما بيقولوا المصاروي بين البايع والشاري يفتح الله، ما عجبك السعر ما حدا بيجبرك تبيع. طيب انا رح اقسم البيدر بالنص، خلوها 25 مليون. عم يقول ما بيدفع غير 20 مليون. موافق. شلون بتحبوا الدفع؟ الدفع فوري، المصاري والعقود جاهزين بالسياره، قوم جيب ورقة المزرعه وتعال تمضي تقبض وبتمشي. ماشي الحال، خمس دقائق وبرجع لكم. مبروك عليك المزرعة قاسم بيك. شو بدي ساوي يا ماما؟ حظي طلع عاطل، يعني ما لحقت اتهنى بالمزرعة. ايه ماما الإشاعة مزبوطة وكل رفقات ماجد عم يبيعوا أملاكه. لا ماما، من هالناحية طمني، المصاري كلها رح تكون معي وأنا اللي رح أتصرف فيها. ماما أنا ما فيني أحكي لك كل شي هلأ على التليفون، بخاف يكون تليفوننا مراقب. طيب ماما مع السلامة. ها كمان يمكن إجا ماجد. إيه خلص بعدين بحكي لك. مع السلامة. أهلين ماجد. أهلين. طمني شو صار معك؟ مشي الحال، بعت كل الأملاك اللي باسمي وقبضت حقهم. ولمين بعتهم؟ لقاسم بيك وبنص حقهم كمان. بس مو قليل هيك؟ لك احمدي ربك اللي التقى واحد مثل قاسم بيك حتى يشتريهم بهالسرعة هاي ويقبضني كاش كمان. طيب وين المصاري؟ ليكم بالشنطة قدامك. أصبح بكرة بتنزل على البنك وبتسحب كل المصاري وبعدين نجمعهم كلهم مع بعضهم ومنسافر برات البلد. أنت ادعي لربك يطلع علينا الضو وتلحقي تبيعي وتقبضي، والحق أنا اسحب مصاري من البنك قبل ما يطبوا علينا ويحجزوا أموالنا المنقولة وغير المنقولة. معقول يساووها بهالسرعة؟ ليش لا؟ كل شيء معقول. طيب.
هدول كل اموالنا. بيعيشونا احسن عيشه برات البلد. ما بدك يوصلوا لبرات البلد بالاول. ولا يهمك، انا اتفقت مع واحد شوفير يطالعني انا وياهم برات البلد وياخذ منه النسبه 10%. ايه وبركي اخذوا نهرا. لا لا تخاف، الرجال مضمون. ايه ما في شيء مضمون بهالايام، خاصه مع هيك مبلغ. اذا خايف عليهم اتصرف انت بمعرفتك. انا ما بقدر. ايه معناتها اتركني انا اتصرف. تعال ساعدني لنحط المصاري بالاكياس، لانه بعد ساعه رح يجي الشوفير ياخذني انا وياهم. يلا امشي. تفضل يا سيدي. هاي المبلغ اللي اتفقنا عليه هو صعي كبير شوي بس بتستاهله لانك لعبت دورك بمهاره. يا سيدي امك ما بدك ياني العب هيك دور، خبرني بتلاقيني جاهز. بتعرف عجبتني كثير اللعبه، شو رايك نلعبها مع شي واحد تاني؟ عم تفكر بشخص معين يعني؟ هو هلا بذهني ما في حدا بتنطبق عليه شروط اللعبه بس الا ما الاقي. على كل حال بس تلاقي عمل لي الو بتلاقيني عندك. بس إلي عندك طلب صغير. شو هو؟ بدي اياك تصور لي رفيقك ماجد وانت عم تخبره الخبريه بكره لشوف وشه لونه شلون بده يصير. حسيتي اطمن ما راح يفضل بوشه لون بنوب. السيد الوزير مقدمه ماجد الماجد مدير عام مؤسسة الاستقامة، أرجو قبول استقالتي اعتبارا من تاريخه لأسباب صحية واجتماعية وشكرا. ولكم فائق الاعتراف. صباح الخير يا أنسي. صباح النور. الأستاذ ماجد موجود؟ إيه موجود. ممكن أقابله؟ بخصوص؟ مسألة خاصة. طيب مين قال له؟ قال له موفق، صديقه موفق. طيب ماشي لحظة. أستاذ ماجد، سيد موفق عندي بده يقابلك. طيب. أهلا وسهلا، تفضل. شكرا. صباح الخير أبو ماجد. جيت بوقتك، هلأ كنت بدي أتصل فيك. خير شو فيه؟ يا سيدي لقيت لك شرة لشقتك، يمكن يخلصك منها ويشتريها بنص حقها ويدفع لك كاش. إيه بس أنا بطلت بيع. ليه؟ لأنه المصدر الموثوق يلي قال إنه رح يبلشوا يسألوا الموظفين من أين لك هذا، رجع وقال لي إنه رجعوا عن قرارهم وبطلوا يسألوا حدا عن مصدر أمواله، وأنا جاي لبشرك مشان ما تتسرع وتبيع شيء بخسارة. وليش بطلوا يسألوا حدا عن مصدر أمواله؟ قال إذا بدهم يسألوا رح ينتلى السجن مدراء عامين، بقى مين بده يدير منشآتنا الاقتصادية؟